ضيفتنا عبر تطبيق زوم من فيينا السيدة نانسي صميدة، أخصائي نفسية واجتماعية. أهلا مرحبا فيك دكتورة في مساء الإمارات. أهلا وسهلا بك. يا هلا بك. طبعا دكتورة بالبداية خلينا نوضح الفرق يعني بين مفاهيم الأنوثة والأمومة الصحيحة. هو الحقيقة أنا شايفة أن الأمومة لا تتعارض تماما مع الأنوثة، بس هي الفكرة أن احنا عندنا الأنوثة كتعبير لغوي يعبر عن السمات البيولوجية والنفسية اللي تتمتع بها المرأة، ولكن خلينا برضو نشير إلى أن الأنوثة بتختلف تعريفها من مجتمع لمجتمع، يعني ثقافة لثقافة. الثقافة مثلا عندنا الإسلامية بتشوف أن الأنوثة أن المرأة تكون الخجل وحجابها المهذب الإسلامي، عندنا في الثقافات الأوروبية أن هي ممكن تكون أن هي تخرج ومتحررة، فهي الأنوثة كتعبير بيختلف من مجتمع لمجتمع. جميل. الأمومة زي ما الكلمة بتقول أنا شايفة أن هي جزء من الأنوثة، والأمومة على فكرة قرار خطير، مش كل فتاة تتزوج تبقى بطريقة أوتوماتيكية أم، لأن ليس كل أم تربي فهي تستحق برضو لقب الأمومة، لذلك صحيح. الأمومة قرار صعب جدا لازم أن نتريث قبل ما نبدأ. أكمل يا أستاذة تفضلي. بالفعل، فأصبح زي ما تفضلتي أستاذ عبير أنه عندنا زي يعني هاجس انه الست اول ما تتجوز هتستغنى عن جمالها وانوثتها وتفقد لياقتها البدنيه، ولكن الامومه اصلا وظيفه، يعني الامومه زيها زي انا بستعد ان انا عندي انترفيو في مكان وهقبل فيه او لا هقبل. ايضا الامومه الحاجه اللي البنات كتير ما بتفهمهاش ان هي وظيفه، وهي وظيفه فول تايم جوب. ففكرة إن أنا زي برضو لما بروح وظيفة بستغنى عن إن أنا ممكن أقابل صحابي بصفة يومية، صح؟ لما بنشتغل فول تايم بنستغنى عن بعض النشاطات في حياتنا. ففكرة إن أنا أبقى أم إذا هي تخليني إن أنا أستغنى شوية عن فكرة إن أنا أبقى في كامل لياقتي الجسدية أو في كامل جمالي، فهذا أنا بعمله علشان أنا عندي هدف أسمى. ولكن زي ما قلت الموضوع لا يتعارض، فكرة إن أنا أبقى أنثى وجميلة وأم في نفس الوقت، كل ده ما يتعارضش مع ده، يعني ما ينفعش إن أنا أضحي بجمالي في سبيل الأمومة. الموضوع محتاج توازن نفسي فقط لتحقيقه. أكيد طبعا. الآن نحن لو نتحدث أيضا على هناك عوامل أكيد تساعد المرأة على التمسك بأمومتها والحفاظ عليها رغم تحديات هذا العصر، وأيضا أن تحافظ على أنوثتها في نفس الوقت. وأنت مثل ما ذكرتي كثير من النساء يعني تصل إلى مرحلة الأنوثة الجميلة جدا عندما تصبح أم، لأنها تحمل من الملامح وأيضا تحمل من المشاعر ما يقربها إلى تلك المرأة المكتملة. بالفعل أوافقك بالفعل، لأنه الأمومة أنا بشوف إن هي يعني ربنا عطايا للمرأة، دي حاجة ربنا خاص بيها المرأة، لأنه إحنا يعني لو تفتكر البنات زمان أول ما بيلعبوا بالعروسة، وحلم أي بنت إن هي تلبس فستان أبيض، فدي حاجة في فطرة المرأة. لذلك الأنوثة اللي هي النعومة اللي هي الاحتواء اللي هي الصبر اللي هي فكرة إن أنا أكون أعطي الحب أو إن أنا أحتوي لقصادي لا تتعارض. ولكن أنت ذكرت نقطة كويسة جدا وهي تحديات العصر، وهي تحديات العصر دي عايزة أقف عندها، لأنه إحنا عندنا فعلا في الفترات الأخيرة تحديات كتير جدا بتمنع البنت إن هي تعيش الأمومة بشكل كامل. أول حاجة من التحديات دي فكرة الـ supporting system اللي احنا عايشين فيه، أو الافتقار إلى الـ supporting system أو الدعم اللي هي بيجي لها، والدعم ده مقسم لجزئين. الدعم الأسري وهي فكرة إن الأم لما أو الست لما بتبتدي إن هي تحمل أو تنجب ما عندناش الثقافة المجتمعية الكافية لرعاية نفسية الأم، وبالتالي بنحملها فوق طاقتها، ما بنفهمش ان هي ممكن تعدي بفترات يعني بيسميها الايدنتيتي كرايسيس، او فترات ان هي بتبقى عندها مشكله في الهويه. هي اكتئاب. مره واحده كانت نعم اكتئاب بالفعل اكتئاب ما بعد الولاده. ما عندناش الثقافه الكافيه اللي تفهم انه الست بتبقى محتاج رعايه اكتر وحنان اكتر، فبنلاقي الاسره ممكن تمارس عليها ضغط شديد، الزوج ممكن يكون مش متفاهم، بنطلب منها ان هي تقوم سريعا علشان تقوم بوظيفتها عادي وبهام الحياه. السبورت المجتمعي او الدعم المجتمعي ايضا انا بشوف ان هو في فقر تماما، ما فيش فيه اي فهم
يعني ما فيش في سبورت للست. ليه بقى؟ لانه عندنا فكره انه الست تنزل بسرعه للشغل علشان تساعد زوجها او ان هي يعني تكون يعني تدر دخل البيت، اصبح في مجتمعات كتيره يعني شيء محتوم او شيء لابد ان هي تعمله. بعض الشركات او الانظمه ما بتديش للمراه فكره ان هي تعيش امومتها بشكل كامل، تاخد اجازه وضع لمده سنه او سنتين زي مثلا المجتمعات الاوروبيه، بتدي للمراه شهرين قبل الوضع وليها ان هي تختار سنه او سنتين وبيكون جزء من المرتب مدفوع. في الدول العربيه في مجتمعاتنا صعب جدا انت تلاقي السيستم ده، بيخليها بعد 3 شهور على طول ممكن تنزل وتفقد امومتها، لان الطفل في المرحله دي يعني بيحتاج ام اكتر من اي مرحله تانية تماما. ايضا عدم وجود يعني الاختيار ان الاب يساعد الزوجه في التربيه، يعني فكره انه يكون في اجازه وضع، ولو اجازه وضع او اجازه رعايه الطفل اذا جاز التعبير للاب، بحيث ان هو ممكن ياخد 3 شهور. دي برضو ده موديل موجود برضو في الدول الاوروبيه، بيخلي الاب يشعر قد ايه الام هي متحمله المسؤوليه، وبالتالي المسؤوليات بتتقسم ما بينهم. التحديات العصر انا كمان شايفاها اللي بيمنع الست ان هي او اي بنت ان هي تعيش حلم الامومه، تاخر سن الزواج وعزوف الشباب على عن الاقدام على الزواج. اكيد منتشر فكره انه البنت ممكن توصل لسن نص الثلاثين او الاربعين وهي لسه لم تجد الشخص المناسب، وذلك لان الشباب عندهم تاخر شويه فكره ان هم الاقدام على الجواز، قد يكون بسبب المهور الغاليه، قد يكون بسبب الانفتاح اللي احنا عايشينه. فاصبحت الام او اصبحت البنت اللي تحلم ان هي تبقى ام عندها شويه يعني عائق في فكره ان هي بتحلم بعد سن الأربعين صعب ان انا ابقى ام. فايضا طلعت زي يعني تقليعه جديده وهي فكره تجميد البويضات علشان تقدر ان هي في اي وقت فالتحديات كلها الحقيقه مش سهله، لانه زي ما قلت الامومه فول تايم جوب، وفي نفس الوقت لو تلاحظوا يعني اذا كان الرجل مهمته الاساسيه يعني رعايه الاسره او هم يعني يكون مسؤول عن الناحيه الماديه، فالام دلوقتي اصبحت مسؤوله عن الاثنين. نعم. اول ما الطفل بيبقى فيه مشكله اول اصابع الاتهام بتتجه دائما للام. صحيح. لذلك استاذه نانسي، لاي درجه توازن شخصيه الزوجه في مساهمه تحقيق الاستقرار لافراد العائله؟ الحقيقه ان توازن شخصيه الزوجه مش عشان انا جايه على الزوجه، لكن هو فعلا توازن شخصيه الام هو العمود الاساسي اللي على اساسه بتبنى الاسره. انا عارفه ان اي اسره طبعا مكونه من زوج وزوجه، ولكن زي ما قلت الام ربنا حباها بعطيه بموهبه ان هي الاحتواء والحب، فتوازن الام اساسي جدا في فكره ان هي تربي او تطلع يعني جيل جديد للمجتمع يكون متوازن نفسيا. فده شيء مهم جدا، وطبعا اكيد زي ما قلت بمساعده الزوج او الاب، ولكن الام هي المسؤولة الأولى. ليه؟ لأن الأب إحنا في مجتمعنا مفروض أنه وظيفته الأساسية لو أثر في المادة هو عليه اللوم، فلأن الأب هو مفروض أنه الزوج هو اللي بيخرج لرعاية البيت أو ماديا، لكن الأم هي اللي بتبقى مسؤولة تمام المسؤولية، طبعا زي ما قلت المشاركة مع الأب، ولكن هي اللي بتبقى موجودة مع الأطفال أو مع أولادها طول النهار. طب أستاذة نانسي صميضة، يعني لو الآن نتجه إلى موضوع الأساسي اللي هو التوازن بين جمال المرأة وأنوثتها وأيضا العناية المنزلية وأيضا محافظتها على نفسها، نبغي نصائح تقدمينها لكل زوجة تساعدها على تعزيز هذه الثقة بنفسها والعناية أيضا بمظهرها وأفراد عائلتها بشكل متوازن. هقول لحضرتك على حاجة، هو مهم جدا جدا لأي ست بتسمعنا دلوقتي إن هي تتقبل فكرة إنها لازم تعيش كل ستيج في حياتها أو كل مرحلة في حياتها to the maximum، يعني إلى أقصى تستمتع بها إلى أقصى درجات. فإذا أنا دلوقتي قررت، وده بيبقى مفروض قرار مشترك مع الزوج، إن إحنا أن أنا هبقى أم، يعني هيجي لنا طفل جديد، فواضح جدا ومفروض يكون مفهوم ان احنا هنستغنى عن بعض حاجات. زي ايه؟ زي فكره ان انا هرضع، زي فكره انه مفيش لياقه ان انا هتقل في فتره الحمل،
فلازم يكون في تقبل من الاثنين، ان انا عايزه اعيش فتره التربيه، خلينا نقول سنه او سنه ونص او سنتين فتره الرضاعه، وبعد كده اقدر ان انا استعيد لياقتي البدنيه مره اخرى. فهو اول حاجه اوصي بيها اي حد بيسمعنا التقبل، تقبل ان انا عندي ادوار كتيره في الحياه، ولو ما عشتش كل دور بكامل رضايا وباقتناع ان انا حابه ان انا اعيش الدور ده، هيحصل عندي كونفليكت. كونفليكت في ايه؟ كونفليكت وانا دلوقتي ام هو قاعده مثلا بوكل ابني وهو بيبي عنده 6 شهور، وهفتح الانستجرام هشوف فلانت الفلانيه وفلانت الفلانيه مع جوزها في المالديف بيصيفوا بيعملوا مش عارفه ايه، فده هيخلي عندي تدمر داخلي. نعم، هيخلي عندي عدم رضا. نعم نعم. أستاذة نانسي صميدة، أخصائي نفسي واجتماعي، كل الشكر لك على المعلومات اللي قدمتيها لنا. شكرا لك. شكرا لك.